تفاصيل وكواليس المحاولات الأمريكية الصينية لإنتاج أول لقاح لفيروس كورونا. في محاولات عديدة للوصول إلى علاج، وبعد حصد آلاف الأرواح، أقرت الصين إجراء التجارب السريرية على أول لقاح يتم تطويره لمكافحة فيروس كورونا الجديد، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على تجارب مماثلة في الولايات المتحدة. وأورد تقرير نشرته إحدى الصحف أن الصين أجازت إجراء التجارب السريرية على أول لقاح تطوره لمحاربة فيروس كورونا، وأضاف التقرير أن فريق الباحثين الذي يعمل على التجارب يقوده الدكتور تشين وي من أكاديمية العلوم الطبية العسكرية في الصين. وكانت الصحيفة نفسها نشرت تقريرا آخر حول تحالف استراتيجي بين شركة أدوية ألمانية وأخرى صينية لتطوير وتسويق لقاح ضد الفيروس في الصين. وبحسب التقرير، فقد أعلنت شركة الأدوية الألمانية بيونتيك عن تحالفها الاستراتيجي مع الذراع الصيدلانية لمجموعة فوسون جروب الصينية لتطوير وتسويق لقاح ضد مرض كوفيد-19 في الصين. وستجري الشركتان الألمانية والصينية تجارب سريرية مشتركة على لقاح أطلق عليه اسم mRNA من الشركة الألمانية في الصين، حسب بيان من الشركة الألمانية. وأضافت الشركة الألمانية أن التعاون سيعزز التقنية الخاصة للقاح ويرفع القدرات التطويرية السريرية والتسويقية للشركة الصينية في الصين. وبموجب الاتفاق، ستقوم شركة طبية صينية بتسويق اللقاح في الصين بعد الموافقة التنظيمية، بينما تحتفظ الشركة الألمانية بحقوق تطوير اللقاح وتسويقه في بقية العالم. وكانت الولايات المتحدة بدأت التجارب السريرية على لقاح تجريبي لعلاج فيروس كورونا في مركز أبحاث في سياتل بولاية واشنطن، حيث تلقى عدد من المتطوعين جرعات من اللقاح التجريبي. وأوضح تقرير تلفزيوني تسليم الجرعة الأولى المحتملة من اللقاح المطور لعلاج فيروس كورونا في تجربة سريرية لمحاولة إيجاد حل لهذه الفاشية. وصرح مسؤول حكومي وفقا لتقرير صحيفة أمريكية أن الجرعة الأولى التي سيتم تسليمها في تجربة سريرية للقاح محتمل لكوفيد-19 سيتم تجربتها على أول مشارك في التجربة، وسيبدأ الاختبار مع 45 متطوع شاب وصحي بجرعات مختلفة من اللقاح الذي تم تطويره بالتعاون مع المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية وشرطة تطوير العقاقير الأمريكية. والهدف من هذا هو التحقق من أن اللقاحات لا تظهر أي آثار جانبية مقلقة، مما يمهد الطريق لاختبارات أكبر.